أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على دين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نشط ماشط الحمد لله. علي أن أتعلم بعض الكلمات باللغة درجة مغربية الحمد لله. أولا جزاكم الله خيرا. أنا الآن أنا شعرت قليلا مثل في الماضي عند الملاكمة. أولا ينادون الاسم بيان فوغل، ثم أنت تأتي من السلم إلى فوق مثل ذلك، ولكن الحمد لله تركنا هذا العمل. وأنا أريد اليوم أن أتكلم معكم عن موضوع مهم جدا، ألا وهو السعادة. كل إنسان يريد أن يكون إنسانا سعيدا، وكل إنسان يبحث عن السعادة في حياته، حتى الذي ينتحر يريد السعادة، بل هو يظن إذا مات أنه أسعد من قبل، لأنه لا يتحمل الألام في حياته. وفي هذا الموضوع أريد أن أقول، أنتم تظنون أو الناس، كثير من الناس في بلدان العربية يظنون دائما أن الغرب، أن الناس في الغرب يعيشون في غاية السعادة، أليس كذلك؟ كثير منهم يظنون ذلك. أتعرفون أن الانتحار من أكثر أسباب الموت في الغرب؟ أتعرفون مثلا أن في ألمانيا كل 48 دقيقة انتحار؟ لا، أغلبية الناس لا يعرفون ذلك، لأنهم يرون فقط تقدم الأمان الآن، لأنهم يرون فقط الصور الجميلة المبتسمين في التلفاز، ويظنون أن الدجاجة المشوية يطير هناك في السماء وعليك أن تفتح فمك فقط، ولكن الأمر يختلف. ولكن السعادة هي مهمة، هي موضوع مهمة جدا، خصوصا إذا تكلمنا عن الاستقامة في هذا الدين. لأن كما تعلمون كثير من الشباب في دول الإسلامية لا يطبقون الإسلام جيدا، بل مثلا يتناولون المخدرات أو يقعون في الفواحش أو يذنبون أو يتركون الصلاة وكثير كثير كثير من الذنوب. وإذا سألناهم وقلنا لهم يا أخي يا أختي انظر هذا الذي تفعله تفعلينه هذا ليس جيد، هذا الذنب وهذا على حسابك ويوم القيامة، ماذا يقولون؟ ماذا يردون؟ غالبا يقولون أنت الحق، الصلاة مهمة والإسلام صحيح وأنا أعترف بذلك، أنت الحق وعلي أن أتغير. ثم يقول
يعني أنا أبارك لك أقول ولكن إن شاء الله في المستقبل أي بعد 40 سنة أو 50 سنة أتغير أحج والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويفكر هكذا أنه يتغير أو أنها تتغير في المستقبل، ثم هي أو هو يلتزم ويترك الذنوب ويتوب إلى الله. هل هذا جيد؟ هذه فكرة من جانب جيد ومن جانب سيء. هي أفضل من الفكرة الذي يقول الله لن يغفر لي، لأن هذه مصيبة، هذه فكرة، لأن الله هو الغفور الرحيم. نعم، والله يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والفكرة الثانية هو الذي لا يريد أن يتوب، وهذا أسوأ. ونقول من يريد أن يتوب الحمد لله هذا أفضل من الذي لا يريد أن يتوب، ولكن من جانب هذه الفكرة سيئة. إذا ظننت بعد 40 سنة أنا أتوب، بعد 50 سنة، لأن علينا أن نتوب الآن. لذلك قال عمر الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسهم قبل أن تحاسبوا. ومتى تحاسب؟ قد يكون يوم القيامة قريب. هناك يوم القيامة، اليوم الذي يبعث كل قلب، وهناك يوم القيامة لكل شخص، وقيامته تقوم إذا مات. وما يدريك لعلك أو ما يدريك، ممكن ربما أنت لا تصل إلى التروح بالغد. من له الضمان أنه يعيش غدا؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ويقول تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. ويقول تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والموت قد يكون قد ياتي في هذه الليلة، وجاءت سكرة الموت بالحق. إذن ليس عندك هذه الفكرة أنا أتوب بعد 40 سنة هي سيئة، لأنك لا تعلم إلى متى تعيش. ليس عندك الضمان. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ما هم كفن من أكفان الجنة وحنوت من حنوت الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجي ملك الموت حتى يجلس عند الرأس فيقول يا أية النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. هذه الليلة، هذا اليوم، هذا الإتيان من الملائكة قد يكون في هذه الليلة. يا أخي يا أختي، في هذه الدنيا نحن نحب أديداس، نايك، كل هذه الأشياء. أخي ما هو أفضل من كفن من أكفان الجنة؟ نحن نحب العطر الجميل، ما هو أفضل من حنوت من حنوت الجنة؟ والأقصى الكافر، نعم الحمد لله نحن مسلمون، ولكن الإصرار على المعاصي من أكثر أسباب سوء الخاتمة. ونأتي إلى هذا بعد ذلك إن شاء الله، إلى هذا الموضوع. ولكن لحظة من فضلكم، أسف فمي جاف قليلا، لكي نرجع إلى الموضوع. هذه فكرة أنا أتوب بعد 40 سنة، أولا ليس عندك الدمع، ثانيا هذه فكرة تدل
على أن الإنسان الذي يقول بهذه الفكرة أنه لم يفهم طبيعة الذنوب، هو يظن أن الذنب هي أن الذنب هو مجرد شيء يكتب، وصحيح الذنب يكتب إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، هذا صحيح، ولكن الذنب هي شيء تلوث القلب. الله يقول في سورة المطففين في آية 14 لمن يريد أن يراجع ذلك، يقول كلا بل ران على قلوبهم، إذا مثل الوصف ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا بمعنى كل ما تذنب هذا يؤثر على قلبك، هذا يؤثر على قلبك، هذا بمعنى كلما ابتعدت عن الله ابتعد، فتكون التوبة أصعب. إذن الذي يقول أنا أعوم في بحر الذنوب هو مثل الذي يعوم هنا في البحر ويقول وهو يبتعد عن البر ويبتعد عن البر، ثم بعدما ابتعد عن البر 500 متر يناديه صديقه في البر ويقول يا فلان يا فؤاد مثلا ارجع إلى البر لأنك في خطر عظيم، لا تبتعد أكثر عن البر لأن الخطر عظيم، وهو يقول لا أنا أعوم وبعد 4 ساعات أنا أرجع إلى البر. كلما ابتعد عن البر فرجوعه أسعد، ونفس الشيء عند الذي يعوم في بحر الذنوب كلما ابتعد عن الإقامة فتكون التوبة أصعب والخطر أعظم عليه، والخطر أنه يغرق في هذا البحر الذنوب وأشد. وكم مرة رأينا ذلك، كم مرة رأينا الناس وسمعنا عن الناس يذنبون ويتركون الصلوات ثم في آخر لحظة ينطقون كلمات الكفر في آخر لحظاتهم. لذلك هذا السبب الثاني لماذا أولا قلنا من يقول أنا أولا أنا أعيش هكذا ثم بعد ذلك بعد سنوات أتوب، قلنا أولا ليس عنده الضمان أنه يعيش لهذه الفترة، ثانيا قلنا كلما ابتعدت عن الله فالرجوع أصعب والخطر أعظم، ثالثا إذا قلنا من أعظم علامات الإيمان أن الله ورسوله يكون أحب إلي مما سواهما، يقول الله تعالى في سورة البقرة آية 165 ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله تعالى منه كما يكره أن يكثف في النار. إذا أحب الإنسان والله، وإذا أحب المؤمن والنبي عليه الصلاة والسلام، هل من المنطق أنه يقول أنا لا أريد أن أتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أريد أن أعصي الله؟ هذا غير منطقي، هذا كلام سخيف، هذا كأنه أحد يقول أنا أحب هذه المرأة وأريد أتزوجها ولكن بعد 30 سنة، هذا لا يوجد. إذا أحببت امرأة وإنك الإمكانية أنت تقول أنا أريد أتزوج الآن بعد أسبوع، أنت لا تكون بعد 30 سنة. إذا أحببنا الله نحن نريد أن نطيع الله الآن، وعلينا أن نراجع أنفسنا. نعم. الرابع وأنا قد قلت هذا